اليوم بإذن الله حنجلد لك الهلالية جلد جلد، نذكرهم بليالي لندن 4-1، وهذا التصريح أنا واثق من كلامي، إذا مو 4-1 3-1 ما نشوف شيء بإذن الله، ما نشوف شيء متروفيتش، والله ما يخوف أبد. نذكرهم بليالي لندن، اليوم حتكون هنا الليالي هنا بابها، والمفروض تذكر الهلال لسه الموسم اللي راح. يقول الهلالية شكون انتوما، شكون انتوما، مين انتو يعني؟ هلال يا عيال هلال، اتوقع بلنتيات بونو لو كلمة مرة ثانية. هنا بنجيبه من هنا من هنا، ازين على الهلال، مين الهلال، مين من الهلال، ما شوف نهايه المباراه الواضعه كذا ان شاء الله. جاهزين يوم السبت باذن الله، يوم السبت النهائي باذن الله، يوم عند الهلال بعدين فكر يوم السبت. انا معدي الهلال والله حصل منا. اليوم فوز الاهلي ان شاء الله، والنصر بي انس نصراوي ايه جالس اليوم مع الاهلي، مع الاهلي قلب وقلب بعد، اي شيء ضد الهلال معه، لو اي شيء، لو ان تشجع النصر انا نصراوي، مثل ما بكوا كريستيانو في نهائي الملك بكره كريستيانو بيبكي. اليوم مع الاهلي، اليوم مع الاهلي، والاهلي يسمع بالوجه الازرق، ايوه والاهلي يسمع، ما يمشي الهلال بالوجه الازرق. اليوم اطلع الهلال وجه حقيقي، والله اطلع وجه الحقيقي الهلال اليوم. الكبير اذا حضر يختفي هلال نصر تعاون مين ما كان، الاهلي يلعب باسمه، ما في صفقات، ما في شيء نجيبها بالشعار. السوبر لنا، السوبر اهلاوي باذن الله، بالتحليه نحتفل فيه باذن الله. خلطه الهلال يجي علينا هنا، سوبر لنا. معروف مكانك يا الاهلي، جلدينك وماشيين، واليوم راجع على جده وشايل العده باذن الله. ما اخاف وانا في ظهر الهلال، ما انا احتزمت فيه في اسيا وفي كاس العالم، في السوبر اكيد بيفرح. اللي حيصير بشيل الكاس بس، بس والله لا اشيل الكاس. الهلال اذا تدارى وانت خايف؟ لا ليش؟ رجال ما يخاف. انا اشوف اشيل الازرق ذا والله صغير قدامي، ما اشوف اشيل الازرق. جي من هنا تكمل ان شاء الله وثاني ان شاء الله. الهلال راجع، يخسر في وجهه يا رجال. الهلال راجع، راجع راجع ايش يا عمي؟ راجع الرياض، الرياض والله الرياض. يعني الهلال لا تأمن للهلال حتى صافرة الحكم، هذا درس تعلمناه في تاريخ الهلال، لا تأمن الهلال حتى صافرة الحكم. شكلها راحت خلاص، شكلها هجت الهلال ما يموت، والله ما يموت لآخر الدقائق. من الهلال لا تتمطح مع الهلال، لا تتمطح، هو ما لعب كورتك، لا تأخر وقت، العب تفوز كل ما تفوز. هذا الهلال لا تأمن الهلال إلى آخر لحظة، اللهم لك الحمد، الحمد لله. لا تأمن الهلال حتى يدخل غرفة الملابس. معك بونا وتفكر خلاص انت. وش الحيلة مع هالفرقة الثقيلة؟ إذا هم كاملين عند مالك الليلة، وإذا هم ناقصين فرحوك شوي وجرعوك مر الدقايق الأخيرة. وش الحيلة؟ شكل ذا الهلال راعي طويلة. الهلال عنده الفوز طبع وعراف وسلوم في كل أبناء جيله. قايل لكم الهلال راجع، شوف ها بلنتيات. اخي اسمع انت ما تنسى، تكفى الله يرحم امك، اقسم بالله يا اعصابي انها مشدوده على اقوى شيء. بموت بموت الله، لو خسر الاهلي بموت والله. والله شكلها فيقة فيقة، والله نضيع فيقة ان شاء الله. بونو الله يستر، الله يستر. يا اخي بونو في المرمى، والله هجت 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 هجت. ايش صار؟ خلاص راحت. وين رايح؟ ها وين رايح؟ وين رايح؟ طالع ليش؟ سلام عليك بنيز، ان شاء الله يجيبها ان شاء الله. الله دفع، تكفى يا بنز تكفى. بونو
محرز وكسيلة ما يشوتون، ايش يستنون؟ ايش يبغون؟ فيرمينو وبانيز يشوت، مدافع يشوت واضح بالطير، والله ما يصير ذا القلق. ايش صار؟ ارضك هذا نهايه اللي جي من جده والله. الله وش نسوي؟ الهلال كوش خلاص. يا شيخ اقسم بالله حرام على ذول اللعيبه، اقسم بالله تعبنا لما شبعنا. اقسم بالله حرام، 90 دقيقة الاهلي لاعب كويس، اخر دقيقة هدف، الله يرزقني حظ الهلال. اخي ليه؟ باقي فيها واحدة صح؟ لا انتهت. ايش بهم احتفلوا؟ انتهت. طب انا احس ما في احد احتفل، يا اخي خلونا نفوز، احنا بنعرف نحتفل يا اخي. الهلال يفوز يقهرني اقسم بالله. اجلس طب افهمك، اجلس. خلاص بالله اني هم المقطع اللي اسوي لك اي شيء. والله يقهرون ما يحتفلون، ايش فيه؟ يا اخي والله مدرب وما ادري ايش اقول لك صراحه، انهي المقطع على طول لا اتكلم. ارضك والله ما هو خير. الحمد لله لك الحال. ايش صار اليوم؟ يعني كنتوا فايزين وفرحانين ومبسوطين لين اخر دقيقه. هو كذا الهلال ما تضمنه، لين الحكم يروح بيتهم وينام بعدين خلاص ديك الساعه تضمنه. بلاش هياط لين يصفر الحكم، بلاش هياط لين يصفر الحكم، هذا انت هياط وشوف. يلا الآن تحمل اللي بيجيك. قال السبت النهائي، وحتى مدربكم هذا اللي كان يشتغل في ماتش الله العطور هذا مدرب طاق بدلة، وين هذا يعطيكم تكتيك ولا يعطيكم خلطات عطور؟ يلا وين أكلكم كلكم متروبتش أكلكم. توكم على البطولات، اصبروا، فريق توك صاعد. أمس كنت في ألو، اليوم تبي تاخذ دوري عيب، تبي تاخذ بطولة عيب، اصبروا. بعدين أنا ما أحب الهياط، دقيقة 83 و87 أشوف الأهلوين يغردون، الأهلي يعري الهلال من غير دعم. كيف من غير دعم؟ ذا اللعيبة اللي عندك مين اللي جايبهم؟ فيرمينيو ومحرز ومين جايبهم؟ مؤسس الملك سلمان للإغاثة، صندوق دعم. أنت تركت كل دوريات العالم، رحت اخترت كيسي من جولة مصارعة، والله لأن هذا مستحيل يكون لاعب. وش اللاعب اللي دعس مفاصل يلكم يكوع؟ هذا المفروض مطرود من قبل لا يعني تبدا المباراه، هذا المفروض مطرود اصلا اول ما وصل ابها طردوه. احد يخلي كل لعيبه العالم يجيب مصارع بعدين تجي تقول الدعم؟ الدعم اي دعم؟ تعبنا ترى، تعبنا كل ما هذا قلت لنا الدعم، التحكيم، الدعم، التحكيم. اليوم شايف الحكم، انت شايف الحكم بعينك. كيسيه ما عاد باقي الا يلكم سافيتش ومترو، يلكمهم لكم. ما عطى الحكم كرت اصفر، يوم راح عبد الحمداني يسالف معه اعطاه كرت اصفر. حكم هذا ولا عريف فصل؟ رغم هذا فاز الهلال، فاز الهلال، فارق الهلال، فارق. الاهلي لا تيأس، توك هذه السنه الثانيه لك في دوري ممتاز، لسه توك صغير، شوي تكبر. حلو منك وصلت للبلنتيات الان، شوي السنه الجايه السنه اللي بعدها ان شاء الله تنافس تصير وصيف، 15 سنه 20 سنه ان شاء الله تاخذ الدوري عادي. لا تيأس، الف مبروك للهلاليين.